يجد فينا أملنا ويرسم الإبداع قصة، ويرسم الإبداع قصة، في تفانينا إشارة للتميز والمهارة، بدر الدرب المعالي قبل ما يصدر قرار. الميادين العظيمة للمواهب أغلى قيمة، لو بندخل التحدي من أوسع أبواب العزيمة، أوسع أبواب العزيمة. ما توانت فينا همة نبتدي الحلم ونتمه، ننتمي المعهد مثالي في تفاصيل المهمة، في تفاصيل المهمة. نستعد لكل حصة يستمد العزم فرصة، يستجد فينا أملنا ويرسم الإبداع قصة، ويرسم الإبداع قصة، في تفانينا إشارة للتميز والمهارة، بدر الدرب المعالي قبل ما يصدر قرار. قرار فصل في الميادين العظيمة للمواهب أغلى قيمة، لو بنات فضل ما شاء الله يا الله. ذكريات كم لنا عن هالمدرسة هذه؟ قديم يا أخي والله، غريبة بس مغيرينها وجديدة ما شاء الله تبارك الله. في ملاحظات طبعا هنا، أنا ما أدري ليش في ملاحظات، ترى هنا ملاحظة غريبة. أنا أتذكر المدرسة ما كانت كذا، هذا كراج للمدرسة الظاهر. غريبة، وين المقصف؟ ما شاء الله، هذا معهدنا. لا إله إلا الله، هذا مين هذا؟ والله هذا التغيير الجذري مذهل. أستاذ خالد. إيه نعم أستاذ ياسر. ما شاء الله، أهلا وكيل المدرسة. أهلا وسهلا. ما شاء الله، كيف الحال؟ طيب. وخر وجهك كان شوي طيب. كيف الحال؟ خير الله يعافيك. عساك طيب. عساك طيب. والله وحشنا. والله سنين سلمك. سنين قطعنا. والله سنين والله. ولا ما توقعت إني برجع في يوم من الأيام معك وهنا. والله لماذا أرسلوا لنا هنا في هذا؟ تذكرني إيش كان تخصصك؟ ليش تتحدث كذا؟ لا أنا بروفيسور في اللغة العربية الحمد لله، وباحث في التاريخ وأيضا في الجغرافيا. عايز تذكرني. أظنك كنت مهتم في الرياضيات. كنت مهتم في الرياضيات، أقرأ في الرياضيات صحيح. كثيرا الحمد لله رب العالمين، ويعني حتى في الإنجليزي. إيش؟ في الإنجليزي جيد. قرار فصل. هو ألباريو وغيرها. نعم نعم. قرار فصل. قرار فصل. الله يحييك. تفاجأنا بالشارة بقرار. شرفت ونورت والله. الله يطول عمرك. الله يحييك. والله بخير. الله يطول عمرك. حللنا وبحنا. الله يحييك. يعني علمني وشو؟ لا يعني كان بيننا مشاكل سابقة. أي والله شفت. أنا بقولك شيء، قاعدة المشاكل لابد منها. نعم. والاختلاف لابد منه. طبعًا. طبعًا. وأنا طبعًا. لي رأي وأنت لك رأي وهذا أكيد طبيعي. أكيد، لكن تعرف أنت المعهد سابقًا يعني كان في مشاكل كثير وعيوب، ولذلك أقفل. صحيح ولا صحيح. لا؟ كان عليه ديون ترى. طبعا إيه. فاحنا يعني هدفنا في الاخير ان نرتقي، يعني بغض النظر اني انا يعني ودي اعترف لك اعتراف حقيقي، انا اذكر اني قد فقعت كفرات سيارتك سابقا. انا؟ نعم، يعني نفقت سيارتك الاولى ولا الحاليه؟ والله لا اعلم سيارتك الحاليه، هل هي اللكسس ام البي ام؟ لا اعلم حقيقه، لكن فقعت. الله يسامحك. الله يسامحك. انت نفقت علي في مكتبك. ايه، وانا كنت حقيقه لكن يعني كنت مخطئ يومها تراك. والله وانا اللي بيخطي والله بنفخ عليه صراحه. الظروف تحكم في المنتخب. استاذ خالد الله والله وحشنا كثير. الله يطول عمرك. والله اني سعيد بشوفتك مره ثانيه، وحسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. حقيقه انا لا اعلم حقيقه سبب مجيئنا. انا وصلتني رساله. حتى جتني رساله والله. جتك نفس الرساله؟ نعم جتني رساله، اللي هي تفضلوا للمعهد هناك. خلنا بقراها، انا عندي الاسم اسهل شويه. ستقرا؟ طيب هذا هي، شف من المعهد تدور عن معاهد لغة خارجية. لا هذا ما له دخل. لا هذا اعلان. هذا اعلان. طيب اتوقع اي ها هذه الرسالة. هذه الرسالة الشوف شجر. اي وليس للاسف الناس اذا جت تتكلم اي بدخل تقول شوف شجر. اي وخطا، هي شجر. احنا وش نقول؟ شجر. شجر. نعم هي شجر بالعامي. شجر. لا بغض النظر، هذا خطأ إملائي يجب أن نركز عليه، لكنها تختلف على الشجار. إيه؟ يعني وصلتني رسالة صيغتها بمعنى أنه هناك يعني تجديد في المعهد. صحيح. وأنه أصبح معهد استثنائي. صحيح، حتى الديكورات اختلفت. نعم، وأن هناك أسألك بالله إيش؟
مديرنا نفس ما هو ما تغير. والله نعم. إيه. والله نعم. عندك شك في هذا؟ لا أبدا أبدا، المدير نفس ما هو. شكل حصة الرياضة بدأت. أيضا فقعت كفرة. هو؟ المدير. الله يفقع عين العادة. السلام عليكم. يلا حيكم. يلا حيكم. مرحبا. ورحمة الله. وصلت. يا مرحب والله. مدير المدرسة. يا مرحب. أهلا أهلا. يا حميدة. والله لا أحضر. والله لا أحضر. يا هلا والله. هذا مو استاذ. سامحني وحللني. لا أبدا. سامحني وحللني. ترى الزمن مر والله. ما شاء الله. بعد الله. ترى يقول إنه فاقع في كيفراتك. هلا مدير المدرسة. هلا أستاذ ياسر. أستاذ عبد الرحمن. هلا والله. كيف حالك؟ كيف حالك؟ إلى الآن وأنت. إي بالكورة ما شاء الله ما شاء الله. المدير نفسه وكذا. إي والله. ايه فودي بس لك السلام عليكم كيف حالك؟ انت طالب ولا مدرس؟ يا اخي انا مدرس، ايش فيك انت نسيتني ولا ايش؟ الله يهديك بس الله يهديك. ما زال بكرته وصفيته نفس الكره. اقول بعدين الحصه نبدا حصه الان لو سمحت. لا ما فيها. اصبر اصبر اصبر. يمين يمين يسار يسار. يلا هذه على طلاب. يلا بسم الله. انا والله العظيم يعني الوضع عندي مقاسم. ها مدير المدرسة. أوه أنا والله أنا أوريك إني أنا متحمس يعني يا سعادة المدير. يلا نلعب نلعب نلعب. يلا يلا يلا. معلش كبرنا على اللعبة والله. ملاحظة صغيرة بس الله يبارك، هي ليس نلعب إنما نلعب. نلعب نلعب. إحنا نقول لها نلعب. لا نلعب هذه غلط. يعني نحاول أن والله يا سعادة المدير أنا دائما أعاني من الأساتذة اللي زي كذا. الأساتذة؟ أيوه لا الأساتذة الأساتذة بس أعذروا الأساتذة الأساتذة أيوه الأساتذة يعني. أنت عارف إحنا ما عهدنا يعني ما شاء الله تبارك الله. هذه خارج النص والله إنه يغلط صدق ترى. لا لا ما ترى ما يا سلام سفيه نفس ما هو سبحان الله. أساتذة هلا والله سعادة المدير السلام عليكم. عليكم السلام حياكم الله. الله يعطيك العافية. عموما أنا يا أستاذ ياسر أستاذ خالد لبي وصلتكم الرسائل اللي وصلتني. والله نفسها توني تسولف فيها نفسها سبحان الله وصلت بس ما أدري إيش نصها لأنها ما لها ترجمة. لقيت أستاذ عبد الرحمن عند الباب قلت خلنا ندخل المدرسة. وين بعض المعلمين ما جاءوا ما حضروا ولا؟ والله أنا اللي أعرفه أنا كنت زرت الأستاذ رياض إيه مسوي عملية في وجهه إيه ظهر خنافره كانت مسدودة أعتقد هذا ولا أعلم حقيقة. دخلت وشفت شمت عليه شوي في المستشفى وخرجت. لكن بيجون أعتقد إنه سيأتي كل الأساتذة بيجدوا. أساتذة بيجوا إن شاء الله. حارس الأساتذة حارس المدرسة أبو عابد لا أعلم حقيقة أتصل عليها تأكد عن وضعه. لا لا هي بيجي بيجي مراسله هنا بيجي لأنه دائما أعذاره كثيرة وتضايقت حقيقة. مدير المدرسة وكيل المدرسة عنده أرقام الكل. صحيح. عندنا جروب واتساب عندنا جروب متواصلين باستمرار لأنه ما ودنا نعيد العادات القديمة أنه لما يغيب هو تحطني أنا مكانه. بس أنت يا أستاذ ياسر لأنك في ديرة ثانية فإحنا نجتمع وانت بعيد تلتمون فنلتم ما شاء الله يعني. ما شاء الله الله يلمنا بالعافيه والله وحشتونا الله يسلمك. وتغير ما حد اصبح شكله جميل والله يا جماعه الخير يعني. انا الرساله اللي وصلتني نعم قالوا لي ان المعهد يبونه يفتح من جديد إيه؟ وجابوا فصلين متميزه. هذه لم تصل لي. هذه ما وصلت. هذه بس المدير والوكيل وصلت. أيوة. ما وصلت أيوة. أستاذ. واستاذ خالد يعلم ما ما ما, ما السالفه السالفه سلمك الله جابوا افضل طلاب متميزين عندنا بنفتح فصلين في المعهد. فصلين في المعهد من افضل الطلاب المتميزين على مستوى على مستوى المملكه. يا استاذ المدير والله ما لك مني الا اني اخليهم متفوقين رياضيا تماما. شوف يعني صح انه القطعه خلتني شويه اسمن لكن انا اعدك اعادا انه ان شاء الله انت اثرك يقول انت اثرك ما كان منعكس على الطلاب بس الله المستعان اثرك انعكس علينا كمعلمين. نعم الله. نعم صحيح. حقيقة انا كنت اتمرن وكنت انهك صحيح من تمارينه وهو لابس الان كره سله صحيح. في يده وفي عموما بلوزته. عموما يا استاذ ياسر الاستاذ خالد ما راح يقصر ان شاء الله. نعم. وتعرفون والله يا اخي والله انا يعني اشفق على الوكلاء. ليش؟ لأن المدرسة كلها على رؤوس الوكلاء. حاس فيني والله. والله المدرسة والله كلها على الوكلاء. والله, والله أنت لا تعلم. والله. تعتقد أن تعتقد أنه على رأسه هو يضعنا نحن في الواجهة. نعم ولذلك هو المسؤول الأول. وأنا أبو شمعة شحمة في أفواهنا ونسى. لا 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 لا. يعني حقيقة. يعني. أقول هب لك شحمة وخليني أتكلم. اتفضل. لا تقاطع المدير. أنا أقول فصلين إن شاء الله بيكونوا فصلين مميزات هنا نقدم لهم. المواد الجيدة اللي كنتوا تقدمونها مميزة نعم مميزين وباقي الأساتذة أساتذة بيجون إن شاء الله وإن شاء الله يكون عموما أنا بوكل لكم مهمة أستاذ خالد تبشر والله مع المعلمين نعم. توزعون الشباب على الفصول توزعون الشباب هم مفرقين هم مفرقين نعم آه. مفرقين يعني اعتنوا في الشباب وحاولوا أنكم لأني أنا سبحان الله عندي دورة في
مدينة أخرى كالعادة دورة مدراء. يعني شو أسوي دورة مدراء؟ أبد معذور والله عندي دورة. فأستاذ خالد كل ثقة في أبد كما كنا سابقا تبشر والله تبشر كان يقوم بالمهمة على أكمل وجه الفرض. نعم شفت إذا قال حطه على يمناك ونم لا على يمينك على يمينك هو وارقد. نعم هذا الأستاذ خالد. نعم انا توصلني شيء انا اظن الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك ودنا تعلمنا اذا رجعت تكفى ان شاء الله نبي نسوي جمعه بس بدون نسوي جمعه يعني. نعم إيه الله احبك في الله. الله يسعدك والله اني يعني كل ما شفت وجهك اني ارتحت. الله يسعد والله والله ثم والله ثم والله اني عارف ان ذا الكاركتر ما اخذه من معلم درسك. السلام عليك حفظك الله ومعك تفضل. عندي بس حاجه بقول معك قول. ترى المعهد انقصوا معدات نحتاج معدات رياضيه دمبله وحبل او سلك او ده اي ادوات رياضيه والحلق هذه اللي يسوون ايوه اللي ابشر بها. شوف ما دام عندك الاستاذ خالد إيه؟ ان شاء الله كل الامور متيسره. طيب نجي انا وياك نكتبها في ورقه. تكتبها معي؟ اي نروح في ورقه. احنا لسه وصلنا ما في فصول ما في اي شيء. بنرتب المدرسه بنرتب كل شيء. طيب انا بقول لك حاجه الى ذا الحين انت عجل صلي على النبي. اللهم صل. خمسة دقائق خمسة دقائق تمام وما ناخذ وقت كثير. ايش رايك ها؟ اي ها كيف يعني خمسة دقائق؟ يا اسمعني يا سيدي اي